صلى الله عليه وسلم يعني يرقصون وينشدون ويمدحون محمدا صلى الله عليه وسلم ويقولون محمد عبد صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يقول هؤلاء؟ النبي عم ينظر إليهم، قال: ماذا يقول هؤلاء؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح. هل أنكر عليهم النبي؟ قالوا: لا لا لا، هي بدعة أو ضلالة. لا، ماذا كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وقال: بارك الله فيكم، قولوا لا فضل الله. ويروى أن العباس قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اسمح لي أن أمدحك، اسمح لي بامدحك. فماذا كان الجواب من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قل لا يفضل الله فاك، يعني امدح ولهمك الله لا يفض فاك. مع فرقة الإنشاد والمديح، مع فرقة أغاريد ريف حلب، فرقة الطريقة الرفاعية بقيادة الشيخ علي، فليتفضلوا بارك الله فيهم مشكورين غير مأمورين.